الصمت والفهم يا اللي شارق اللي بعير عيا يرد البعير ولا يجيب ثمنه ما دام ونا العلاقه طيبه ما تصرفوا يا فهم عطاكم الله السنة أما انطك يا شيخ فواز العزيز خطير لا تذهبون الحلال تستغل الثقل إن كان عندك ضمير من يستغل الثقل ما فيها حد يضمنه إن كان مالك تصرف ما نبنا صغير وصلك علمي وجاك من الكلام أحسن أحيانا ينهى بغناوية ويعطى فقير هذه سوى الأول ما هو مثل الزمان الأخير يا عنك هذا زمان النصب والشيطان ماني مقصر طويل ولا مطول قصير المستحيلات صارت كلها ممكنة ما دمت تدري عن الدنيا ولا انت غرير وش بك حبست